عمليه الاخراج هي العمليه التي يقوم بها اعضاء الجهاز الاخراجي للانسان كي يتخلص من الفضلات الناتجه من احتراق الغذاء داخل الخلايا والتي يسبب وجودها ضررا للانسان فهل تعلم كيف تتم هذه العمليه هيا نتعرف على الاجابه سويا تشمل عمليه تكوين البول ثلاث خطوات رئيسيه متتابعه وهي الترشيح اعاده الامتصاص الافراز الانبوبي اولا الترشيح فلتريشن وفيها يدفع ضغط الدم الماء والاملاح والجلوكوز والاحماض الامينيه داخل محفظه بومان ولكن لا تستطيع خلايا الدم والبروتينات ان تعبر نظرا لكبر حجمها وتبقى في الدم وبفضل قوه ضغط الدم تدخل هذه المكونات الى الترشح خلال جدر الشعيرات والجدار الداخلي الرقيق لمحفظه بومان الذي يلاصقه تماماً، ثم تمر من تجويف جدر المحفظة المزدوج إلى الأنبوب البولي ليتم تحديد ما يجب طرده في البول وما ينبغي الحفاظ عليه ورده مرة أخرى إلى الشعيرات الدموية المحيطة بالأنبوب البولي. ثانياً إعادة الامتصاص، والذي يحدث معظمها في الطرف القريب للأنبوب البولي في الأنيبيبة الملتفة القريبة حيث يعاد امتصاص معظم الماء والمواد الغذائية مثل الجلوكوز الأحماض الأمينية معظم الماء والصوديوم وتعيده إلى الدم ويمكن أن تتم عملية إعادة الامتصاص في القنوات الجامعة تحت تأثير الهرمون المضاد لإدرار البول ADH Antidiuretic Hormone ثالثا الإفراز الأنيبيبي Secretion Tubular ويحدث في الأنيبيبة الملتفة البعيدة فبالإضافة إلى عملية الامتصاص، تقوم خلايا الأنبوب البولي بعملية مضادة، وهي سحب بعض المواد من الدم وإفرازها في البول. وأهم هذه المواد اليوريا ومواد بعض الأدوية مثل البنسلين والأسبرين. وأثناء مرور البول خلال الأنابيب الجامعة، يعاد امتصاص الماء ليكون البول أكثر تركزًا. أما عن تنظيم طرح الماء في البول، فيتم عن طريق هرمون مانع التبول (ADH) المصنع في الدماغ، والذي يعمل من خلال تأثيره على نفرونات الكلية